واحد يقول معذرة يا سيدنا، احضر كل عدة شهور من إبارشية بعيدة لمعرفة إجابة بعض الأسئلة، وهي ما هي مرجعية ما يسمى فطير الملاك وما قيمته لحياة الروحية؟ هو فطير الملاك بيعملوه ناس يكونوا شعريين بفضل الملاك عليهم وبمعجزات عملها الملاك، فأول ما بيوزعوها على الناس بيعتبر كأنه نشر لشفاعة الملاك وعملوا من أجل الناس قبل كده. أما المرجعية ففي العهد القديم حاجة اسمها ذبيحة السلامة، يعني لما واحد بيشكر ربنا على عمل طيب حصل ليه فبيعمل ذبيحة ودي ياخد منها هو وياكل منها ويدي الكاهن ويدي الاصحاب والاقارب والمعارف الى اخره. فدلوقتي بدل ما هي ذبيحة بقت مجرد فطير، والفطير في الكتاب المقدس كما هو في الإصحاح الثاني من سفر اللاويين إشارة للبر، وحتى في سفر الخروج إصحاح 12 كان لما بيعملوا خروف فصح بياخدوا أسبوع يسموه أسبوع الفطير، لا يأكلون فيه شيئا مخمرا، لأن الفطير كان يرمز للبر والخمير كان يرمز للشر. وفي كورنثوس الأولى 5-7 يقول فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد لا بخميرة الشر والخبز بل بفطير الإخلاص والحق. فدايما الفطير بيرمز للبر والحق. لو جمعناه مع حكاية ذبيحة السلامة مع الشكر لربنا كلهم يمروا مع بعض، وكويس انك تعمل فطير للملاك. احنا شخصيا بنعمل كل شهر فطير للملاك ونوزعه للناس. السؤال الثاني بيقول ما هو الاساس في مرور طبق يحتوي على بخور يوم جمعة الصلابوت ثم يمر الطبق لجمع البخور ومعه نقود؟ هي حكاية ومعه نقود دي ملهاش مرجعية، لكن حكاية بخور في ناس كانوا بيتعودوا ان لما بيرفع بخور بيشتركوا في الموضوع ده، ان يمر عليهم ياخدوا بخور وبعدين يقولوا طلباتهم على البخور ويحطوها على الطبق وبعدين ياخدوا البخور يبقوا يستعملوه في الكنيسة، مش الناس يستعملوا الأباء كهنة في الكنيسة. لكن انا مش عارف هل الاستمرار في الجمعة الكبيرة بيحصل على زي ده، ما فيش حاجات زي كده في الايام العادية يعني. واحد يقول السؤال الثالث كاهن يمر داخل صحن الكنيسة عند دورة الابراكسيس مثل دورة البولس تماما ولا يفرق؟ لا غلط. في دورة الابراكسيس الكاهن يمر في القرص الاولاني ده اللي قصاد الهيكل بس، لكن لا ينزل الى صحن الكنيسه.